أمر خطير جدا حقيقة، يعني ولد اليوم نتيجة زيارة بايدن. بايدن قال كلام خطير، أتمنى أنه وسائل إعلامنا العربية بشكل خاص أن تسلط الضوء عليه. قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها، لعملنا على اختراعها الآن. هذا كلام خطير جدا. أولا هو عن غير قصد، ربما يعترف بايدن أو الإدارة الأمريكية على أن هذا الكيان هو كيان مفتعل. يعني هو طبعا لا يمكن لرئيس أن يقول مثلا لو لم تكن العراق موجودة لأوجدناها، أو لم تكن مصر موجودة، لأن هذه الدول عريقة امتدادها آلاف السنين. لكنه قال لو لم تكن إسرائيل موجودة، يعني لو لم نوجدها سنوجدها الآن. والأخطر من هذا هو الشق الثاني من كلامه، يقول أوجدناها الآن. فما هي مبررات أن توجد أمريكا إسرائيل في قلب المنطقة؟ يعني ماذا يريد أن يحقق بايدن من وجود إسرائيل؟ أما يكفيه أنه هاي العلاقات المتينة القوية بين أمريكا ومعظم الدول العربية؟ فماذا يريد أن يقول بايدن؟ ثم السؤال أيضا اللي يطرح نفسه هو، يعني لماذا هذا الاهتمام يعني غير مسبوق قياسا بمواجهات سابقة بين إسرائيل والفلسطينيين أو بين إسرائيل والعرب؟ أنه شفنا أنه رئيس أمريكي يحضر مجلس الحرب الإسرائيلي، يحضر بنفسه، يعني كأنما هي هذه قضيته. يعني الآن بايدن والإدارة الأمريكية أخرجت الصراع من قضية أنه إسرائيل وحماس، أعطيتها بعد آخر وهو أمريكا والعالم العربي والإسلامي. أصبحت المسألة جدا واضحة، أمريكا في مواجهة هذا العالم. تعتقد الإدارة الأمريكية الآن في ظل هذا المناخ العالمي وما جرى في أوكرانيا وظهور الصين وظهور مجموعة بريكس وغيرها، تعتقد أمريكا كما فعلت مع العراق أكثر من مرة منذ التسعينات أنه هذه المنطقة، إحنا هذه المنطقة العربية بالذات، منطقة هي بالنسبة لها مثل وسادة الملاكمة اللي ممكن تستعرض بها عضلاتها وتثبت أنه هي لا تزال القوة العظمى؟ وشفنا أنه استخدامها للفيتو، إرسالها لحاملة الطائرات، هي تريد أن تقول أولا أنه هي القوة الأعظم بالعالم، هي اللي تتحكم بمنطقة الشرق الأوسط وهي ساحة نفوذها، ولن تسمح للآخرين بالهيمنة عليها أو الدخول كمنافس لها. فهي أولا إعادة استعراض القوة الأمريكية. النقطة الأخرى أيضا أود أن أنبه لها، حماس في نفس الوقت حققت مكسب تاريخي عند في هذه الضربة اللي وجهتها لإسرائيل، أعطت رسالة للمنطقة كلها، واللي هي هذه الرسالة أرعبت أمريكا قبل إسرائيل، نعم، على أنه يمكن هزيمة إسرائيل باستخدام القوة، ممكن هزيمة إسرائيل، وأنه هذا الكيان الذي لا يقهر، أنهم قضية. هذا كلام الصورة. فأمريكا تفيد تقول للعالم، تفيد تقول للفلسطينيين للعرب، وهذا هو تحذيرها، أنه هي القضية مو قضية أنه نعم جزء تقدرون تهزمون إسرائيل، بس ما تقدرون تهزمون أمريكا. إسرائيل هي مشروع أمريكي في المنطقة، وأن مواجهتكم هي مواجهتكم معنا مو مع إسرائيل. فهذا أيضا جزء من التعويض عن الهزيمة النفسية والعسكرية اللي منيت بها إسرائيل، حتى نفهم أنه ليش هذا كل الانفعال والتفاعل الأمريكي مع الحدث، لأنه الضربة اللي توجهت لإسرائيل قوية ودلالاتها المعنوية، وإحنا جايين نشوف تداعياتها. لو يعني اليوم هذا المؤتمر اللي في بغداد والتظاهرات في العواصم العربية والدول العربية من شغلة والعواصم من شغلة، هذا معناه أنه أمر جلل قد حدث. ولهذا شفنا أمريكا مندفعة بكل قوتها لوقف التداعيات وحصرها في منطقة محددة، لكني أستبعد أن تتمكن أمريكا من ذلك.